أهلا بحضراتكم في برنامج تعلم ألحان كنيستك. المرة اللي فاتت ابتدينا لحن أجيوس الحزيني، النهاردة إن شاء الله هنكمل اللحن. بس قبل ما نبتدي الحصة أحب إننا نتكلم شوية عن أصل لحن الثلاث تقديسات. اللحن ده موجود في كل الكنائس الأرثوذكسية سواء خلقدونية أو غير خلقدونية، كمان موجود في الكنائس الكاثوليكية الشرقية. الاعتقاد السائد عن اللحن ده انه مشتق من تسبيحة السيرافيم اللي ذكرها إشعيا النبي، اللي قال ان هما بيقولوا قدوس 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 رب الجنود مجده ملء كل الارض، إشعيا 6:3، او من ترنيمة الاربعة الحيوانات الغير جستانيين اللي شافهم يوحنا اللاهوتي وقال ان هما كانوا بيقولوا قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء الذي كان والكائن والذي يأتي، رؤية 8:4. يعني أصل اللحن من الكتاب المقدس. يوحنا الدمشقي بيقول إن أيام حكم الإمبراطور ثيودوسيوس الثاني اللي حكم من سنة 408 لسنة 450 ميلادية إن القسطنطينية كانت مهددة بزلزال قوي، فكان الإمبراطور والبطريرك بروكلس وكل الشعب بيصلي بحرارة علشان ربنا يرفع عنهم التجربة الصعبة دي. وفي وسط ما هما بيصلوا لقوا طفل اتخطف من وسطهم للسماء، فصرخوا يا رب ارحم. وبعد شوية لقوا الطفل رجع تاني وقال لهم إنه شاف الملائكة بتسبح وتقول قدوس الله قدوس وقوي قدوس ولا يموت. فعلى طول أمر البطريرك الشعب بأنهم يقولوا التسبيحة دي، وفعلا ربنا استجاب وزال خطر الزلزال. وفي تقليد الكنيسة السريانية بيقول إن أثناء دفن يوسف الرامي ونيقوديموس للسيد المسيح سمعوا الملائكة بتسبح بالثلاث تقديسات، فردوا قالوا الذي صلب عنا ارحمنا. ويمكن يكون هو ده السبب في ان بطاركة انطاكيا كانوا اول المصرين على زيادة الجملة دي. اما في الكنيسة القبطية فالتقليد فيها بيقول ان نيقوديموس هو اول واحد قال التسبيحة دي. فاثناء ما كان نيقوديموس ويوسف الرامي بينزلوا السيد المسيح من على الصليب، شاف نيقوديموس عينين ربنا يسوع المسيح مفتوحة، فصرخ وقال قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت. ودي هي الصيغة الأصلية للحن. لكن البطريرك بطرس القصار اللي كان بطريرك على كرسي أنطاكيا من سنة 471 لسنة 488 ميلادية أضاف الذي صلب عنا. وبعد كده كان القديس ساويروس اللي كان بطريرك على أنطاكيا من سنة 512 لسنة 518 ميلادية وأكد على الزيادة وخلاها إجبارية في كل كرسي أنطاكيا. فكان نص الثلاث تقديسات حسب القديس ساويروس الأنطاكي قدوس الله قدوس وقوي قدوس ولا يموت صلب عنا ارحمنا. والكنيسة القبطية الأرثوذكسية قبلت الزيادة، وبعد كده ابتدت تغير كل تقديسة حسب المناسبة، زي الذي ولد من العذراء أو الذي اعتمد أو الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات. فاللاهوت في الكنائس الخلقدونية بيعتبر اللحن ده موجه للثلاث أقانيم، علشان كده ما قبلوش الزيادة. في نظرهم قدوس الله موجه للآب، وقدوس القوي موجه للابن، وقدوس الذي لا يموت موجه للروح القدس. واعتمدهم في كده على إشعيا 6:3 ورؤية 8:4. أما الكنائس اللي قبلت زيادة البطريرك بطرس القصار ومنهم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فلاهوتهم بيشرح ان اللحن ده موجه لأقنوم الابن
للمسيح، علشان كده قبلوا الزيادة. النهاردة إن شاء الله نكمل بقية اللحن. أجيوس إشيروس وأجيوس أثاناتوس بيتقالوا زي أجيوس أوثيوس باللحن الكبير. أجيوس بتبقى زي هي ثابتة، هي واحدة. إشيروس وأثاناتوس بيتقالوا زي أوثيوس. فإحنا هدول هنركز عليهم أكتر. اللحن زي جيوس او ثيوس، زي جيوس او ثيوس. نجرب نقولها مع بعض.
بعد كده هوت بيتقال أجيوس وبعدها أثاناتوس، وأثاناتوس تتقال زي إيشيروس بنفس اللحن. اسمعوا كده. يلا نجرب نقولها. تتقال بطريقة سريعة
لو ما كانش فيه وقت. فتبقى كده أجيوس إشيروس أجيوس أفا أناتوس. نجرب كده أجيوس إشيروس أجيوس أفا أناتوس. كمان مرة أجيوس إشيروس أجيوس أفا أناتوس. وسطافروثيس ديماس إليسو. يلا Ostavrothis dimas eleiso. Oh, 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 ممكن تتقال إليسو ويتكمل. جربوا كده سؤال. ايوه توني. انا كنت فاكر ان اول ختام ده ثانوي وتاني واحد حزيني، ده صح؟ الحقيقه ان الطريقه الاولى مش ثانوي والطريقه التانيه حزيني، لكن الطريقه التانيه مجرد اختصار للطريقه الاولى، والدليل على كده انها موجوده في لحن فاي ايت اوف انف، بالاضافه لان المعلم ميخائيل كان بيقول الطريقه الاولى في بعض الاوقات والطريقه التانيه في اوقات تانيه، زي مثلا لما سجلها في لحن أمونوجانيس. كمان كتير من تلاميذه بيقولوا الطريقة الأولى، فمش ممكن تكون ثانوي. ودلوقتي خلونا نسمع مع بعض المعلمين اللي سجلوا إليسو نيماس كاملة. Amen.
كده يبقى خلصت التقديسة الأولى سواء بالطريقة الكبيرة أو بالصغيرة. بعد كده كله بيبقى سريع. التقديسة الثانية جياجيوس أوثيوس آجيوس إنشيروس آجيوس آثا آناتوس وسطفروثيس ديماس إليسو أون إيما أنس مع بعض التقديسة الثالثة هي وذوكساباتري على لحن أريبا ميفي جياجيوس أوثيوس آجيوس إشيروس آجيوس أثاناتوس وسطفروثيس ديماس إليسون إيماس دوكساباتري كإيو كأغيو بنيفماتي كنين كأي كإستوس إيوناستون إيونون آمين أجياترياس إليسون إيماس نجرب نقولها مع بعض جياجيوس الأخير ده هو ممكن بيتختم بطريقة تانية أطول شوية اسمعوا كده كنين كأي كيستوس إيوناستون إيونون آمين أجياترياس Eleiso oh, 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 oh.
اخر اللحن. نجرب نقولها. كنين كعي بكده نكون وصلنا لختام حلقة النهاردة. أرجو أنها تكون سبب لأننا كلنا نشترك في طقوس وألحان أسبوع الألام، وأننا نفهم معانيه ولاهوته علشان تكون الفايدة أكتر وأكتر. شكرا لمتابعتكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج تعلم ألحان كنيسة. If you enjoyed our program today and would like to support this growing service, please include us in your prayers. If you would like to make a donation to keep us on the air, please send us an email to the following address, webmaster@copticheritage.org. God bless you.